السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكلمكم في موضوع اسمه team building. team T for together, E for everyone, A for achieve, M for more. together everyone can achieve more. تمام؟ بسرعة كده بنلخص موضوع team، يعني الفريق يعرف يوصل للحاجة أحسن بكتير من الفرد الواحد. طيب إيه team؟ لما بشتغل في team معناه إيه؟ يعني أنا معايا مجموعة من الناس، يا اما بنشتغل سواء بنشتغل في مكان نفس المكان او لا، عشان عايزين نوصل لهدف واحد، عايزين نوصل ل something together. تمام؟ كلنا بنشتغل مع بعض، سواء مش مشكله بقى في حته واحده او في حته مختلفه في مكان اماكن مختلفه، عشان عايزين نوصل لايه؟ لهدف واحد. طيب the process of working with a team to clarify its task and how team members can work together to achieve it. دي هي التيم بيلدينج. يعني اما اجي ابني التيم يعني ايه؟ يعني انا بجمع بتوع التيم ممبرز بتوعي عشان اوضح لهم هنشتغل ازاي وايه الهدف وايه الاهداف بتاعتنا اللي عايزين نوصل لها مع بعض. ده هو التيم بيلدينج. طيب ايه هي الكي اكشنز ان التيم بيلدينج؟ ايه هي الحاجات الايه الاساسيه في اي تيم بيلدينج؟ اول حاجه سيتنج اند مينتيننج ذا تيم اوبجكتيف اند ستاندرز. لازم اول حاجه احط ايه هي الاهداف بتاعه التيم بتاعتي وايه هي الستاندرد المعايير بتاعه التيم بتاعي. تمام؟ يبقى سيتنج اند مينتيننج ذا تيم اوبجكتيف اند ستاندرد. تمام. ايه تاني؟ انفولفينج ذا تيم از ا هول ان اتشيفمنت اوف ذا اوبجكت. انا بقى هشارك التيم ممبرز بتوعي كلهم كوحده واحده. احنا وحده واحده، احنا مثلا 100 فرد، بس ال 100 فرد دول حاجه واحده عايزين يوصلوا لهدف واحد، فلازم اضم التيم كله، تيم ممبرز كلهم كوحده واحده عشان نوصل للهدف بتاعنا. تمام؟ ومينتيننج ذا يونيتي اوف ذا تيم، افضل طول الوقت محافظه على وحده التيم ده عشان اقدر اوصل لهدفي في الاخر. كوميونيكيتنج افيشنتلي وذ ذا تيم، اعرف ازاي اتواصل مع التيم بتاعي والتيم بتاعي يتواصل مع بعضه، تيم ممبرز يتواصلوا مع بعض بكفاءه عشان يكملوا شغل بعض ويراقبوا شغل بعض ويوصلوا لهدفهم ايه مع بعض. تمام؟ consulting the team members before taking any decision. قبل ما بعمل اي قرار لازم استشير التيم ممبرز بتوعي. يبقى دي الكي اكشنز ان ا تيم بيلدينج. تمام. طيب ايه هي الكي فاكتورز تو سكسسفول بيرفورمانس اوف ا تيم؟ الفاكتورز اللي بتاثر على السكسسفول بيرفورمانس بتاع التيم، انا لخصها لكم في حاجه اسمها سكور. اس فور استراتيجي، سي فور كلير رول اند ريسبونسابيلتي، ال O for open communication، ال R for rapid response، ال E for effective leadership. اول حاجه استراتيجي، يبقى عندي استراتيجيه كامله عن ايه؟ عن اول حاجه الشيرد بيربز، الهدف بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله مع بعض. تاني حاجه clearly articulated values and ground rules، يبقى عندي قيم واضحه وقواعد اساسيه للتيم ممبرز هيمشي عليها. يبقى عندي understanding of risks and opportunities facing the team، ابقى فاهمه ايه هي كل المخاطر اللي ممكن تقابل التيم بتاعي، او ايه هي الفرص اللي ممكن يقتنصوها ويحسنوا الاداء بتاعهم عشان يوصلوا الهدف بتاعهم. ابقى موضحه لهم كل حاجه، ايه هي نقطه الضعف، ايه هي نقطه القوه اللي ممكن ايه نقطه الضعف بتاعتهم اللي نحاول نتجنبها، نقطه القوه او الفرص اللي احنا نقدر ايه ناخدها ونوصل لايه للهدف بتاعنا كويس. clear categorization of overall responsibility of the team، يبقى حط عندي تصنيف واضح للمسؤوليات العامه للفريق، كل واحد مصنف له مسؤوليته ايه، انت المفروض تعمل كذا، انت المفروض تعمل كذا، انت المفروض تعمل كذا عشان كلنا نوصل للهدف بتاعنا في الاخر. ويبقى عندي استراتيجيه ان انا اقيس كل ايه الانديفيديوال ريزلتس. طب انا في الاخر انا حددت لك ايه هدف الحاجه اللي انت عايز تعملها ايه في التيم بتاعي، شغلك ايه هو، ابقى عارفه ازاي هقيس شغلك ده عملته كويس ولا ما عملتوش. تمام؟ يبقى عندي استراتيجيه ان انا اعرف اقيس الريزلت بتاع كل تيم ممبر عشان في الاخر اعرف اقيم الوضع. تمام؟ يبقى احنا قلنا في السكور بتاعنا اس فور استراتيجي. طيب السي زي ما قلنا كلير رول اند ريسبونسابيلتي، يبقى انا عندي ديفينيشن عن الرول والريسبونسابيلتي بتاع كل واحد كل ممبر في التيم، انت هتعمل ايه وانت هتعمل ايه وانت هتعمل ايه بكل وضوح، موضحه لهم الموضوع ببساطه عشان يقدروا في الاخر يوصلوا لايه للتارجت التارجت بتاعهم. تمام؟ طيب
تالت حاجة في السكور S for strategy, C for clear role, clear role, ال O for open communication. طبعا 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 لازم يبقى فيه التيم ممبرز عارفين يتواصلوا مع بعض بكل سهولة, ده يسأل ده وده يسأل ده وده يكمل على ده وده يشتغل مع ده وكده, تمام. يبقى فيه كوميونيكيشن والكوميونيكيشن بتاعتهم مفتوحة, تمام. مش كل واحد بيشتغل مع نفسه لوحده ومش عارف الباقي بيعمل ايه, لا التيم يعني احنا بنشتغل مع بعض ونقدر نتواصل بسرعة مع بعض, تمام. طيب بعد كده clear role and responsibility, ابقى عارفه ازاي هقدر ان انا اقابل اواجه اي مشكله هتقابل التيم بتاعي, تمام, واعرف ارد عليها بسرعه جدا, تمام. عندي اي مشكله هتواجهني هعرف هتقابل, ما اتفاجئش بيها, ابقى عارفه انها ممكن تواجهني واقدر بسرعه وبكفاءه ارد على المشكله دي, وايه وارد مش هرد باي رد, لا ده ارد رد كويس او اخد اكشن يعني يخليني اعلى, مش انزل, ابقى عارفه ارد ازاي كويس, تمام, اواجه اي مشكله بكفاءه, تمام. بعد كده اخر حاجه في اي تيم ممبر لازم يبقى فيه effective leadership, لازم قائد حكيم وقوي يعرف ازاي يدير التيم ده كله ويعرف ازاي يحل المشاكل بتاعته ويعرف ازاي draw up and free up ال skills of team members, يعني يعرف ازاي يستخلص ال skills بتاعت التيم ممبر, يعرف كل واحد هو كفء في ايه ويعرف يخرج الحتة الكفء اللي منه دي ويوجهها ويوجهها للحتة المهمة اللي يقدر يتعامل معاها في الايه في التاسك بتاعي, يعني انا عارفه ان انت كويس في الحته دي, طب تعالى اشتغل في الحته دي اللي انت كويس قوي فيها, طب انت زميلك كويس في حاجه تانية روح اشتغل في الحته التانية دي, كل واحد اعرف ازاي اوظف مهاراته في الحته الايه اللي هو كفء فيها, تمام. طبعا الليدر شيب هو المسؤول عن ده كله, يعرف يمشي التيم كواحده واحده ويعرف يحط لهم الرولز والقواعد ويعرف يستخلص كفاءه كل واحد ايه بحيث ان هو يستغلها احسن استغلال. ده بسرعه كان موضوع الايه التيم بيلدينج, كامينج توجذر از ا بيجينينج, كيبينج توجذر از ا بروجريس, اند وركينج توجذر از ايه طبعا سكسس. ثانك يو, لو اي سؤال انا معاكم.